دمشق مسجد الإمام البصراوي العالم الديني المعروف والزاوية الدينية التي ترك بلاده لأجلها وأفنى عمره في تخريج أئمة مساجد متعددة منها كان كذلك عرضة للإرهاب جراء تفجير حاقد وقع قبل أيام في ساحة المرج التاريخية. مسجد الإمام البصراوي العالم الديني المعروف والزاوية الدينية التي ترك بلاده لأجلها وأفنى عمره في تخريج أئمة مساجد متعددة منها في دمشق كان عرضة لتجاوز ديني وأخلاقي منقطعي النظير جراء تفجير حاقد على كل ما له علاقة بالتسامح والدين الحقيقي والصحيح. وقع منذ أيام في ساحة المرجة التاريخية بدمشق، المقصد الأول لزوار العاصمة من المحافظات الأخرى والمعلم الذي يحرص على زيارته كل سائح عربي وأجنبي يأتي إلى بلادنا. فالمسجد الأثري والمباني التاريخية لكل من مديرية الآثار والمتاحف في ريف دمشق والمبنى السابق لوزارة الداخلية العريق والجميل والمحال القديمة المحيطة بالمكان كذلك تعرضوا لأذى شديد، والتفجير أتى على أجزاء منهم ودمرت محتوياتهم بالكامل تقريبا. زوار ومصلي المسجد كذلك سقطوا مصابين ولم يشفع لهم أمام الإرهاب الدموي تواجدهم في بيت الله الذي ومن المفروض دينيا أن يكون له حرمة وتقدير من قبل الجميع. بعض أصحاب المحال التجارية القديمة الملاصقة للمسجد أبدوا رأيهم بهذا الفعل الوحشي. هذا التخريب، هذا جريمة لا تخبر، ما لأي مبرر. الأثارات القديمة، البناء القديم، هذه أثارات لازم تورث لأجيال أجيالنا. يعني هي فخر لنا انه هي بتظل على ما هي، وما نرجع نعود مثل على زمن التتار كيف اجوا خربوا وما خربوا والى اخره. يعني هذا مجرم، اجرام، يعني شغله كثير كبيره بالنسبه لنا. هذا بناء اثري عمره 220 سنه، العالم اللي الاجانب بتجي لهون بتوقف محل ما واقف انت، عم تصور البناء كله زائد جامع البصراوي، زائد بتنزل على الابنيه القديمه هي بالمرجه بتصور. يعني هون بتعرف انت سنتر البلد، هذا سنتر البلد، المفروض كاثار هذا لو انسان بيفهم وانسان عنده اخلاق ما بيجي بيفجر وما بيجي بيهدم الدنيا كلها وبيقتل العالم. آثارنا مصدر افتخارنا وعزتنا أمام شعوب العالم أجمع، وتدميرها ومحوها جريمة مباشرة تجاه شعبنا لن تغفر لنا الأجيال القادمة السكوت عنها. فاليوم وعبر الإرهاب المنظم تجري عملية مسح حقيقية وممنهجة لماضينا العريق بغية إخفائه ودثره تحت غبار التفجيرات الأسود والقاتم. والهدف الوحيد وراء هذا العمل هو جعلنا في المستقبل شعبا يفتقد للإثباتات التاريخية حول وجود حضارته وعراقته وقدمه، مما سيسهل عملية تشتيتنا والتي وحتى الآن بفعل وعينا تبوء بالفشل الذريع.